حقيقة أنا لا أتحرج من عرض هذا الموضوع في المجلس، لأن يعز علي أو يصعب علي أن أشوف أهالي الدائرة، أهالي دائرتنا يعانون. إحنا بسنة 2023 ما زالت قرانا كأنها في الزمن القديم، في خزان في كل بيت، يجي صهريج يشفط المياه الصرف الصحي، وهي المشكلة قائمة لأغلب المجمعات في دائرتنا من أكثر من 30 سنة. يحتاج المواطن يطلب الخدمة عبر الواتساب، عقب أسبوع يردون عليه، عقب هاي الأسبوع يعطونا موعد، عقب 40 يوم، فمعناته يحصل على الخدمة عقب 46 يوم. فهي الفترة خزانات المياه الصرف الصحي تفوت وتتصدع المنازل، والشوارع تكون قذرة وتصير مرتع إلى الحشرات والقوارض والبعوض. عدد الصهاريج اللي تشفط عددهم في المحافظة الشمالية بس 6، وما يغطون عدد البيوت. يعني هاي العدد نفسه من سنين ما تغير، في حين أن الزيادة العمرانية في ازدياد. يعني المشكلة التناكر تعبانة، المواطن دايخ ويضطر أنه يدفع للشركات الخاصة، إذا بيخصص ميزانية يخصص له ميزانية 60 دينار شهريا، وتعرفون الوضع صعب للأغلبية، فشلون يعني يعيش، شلون بالله يعيش وهو مضغوط من كل جانب.